السلام عليكم، اسمي ديالي إكرام عظيم، مدينة الدار البيضاء، 20 سنة، مترشحة في مسابقة ملكة جمال الفراولة بالعرائش. بصراحة يعني مبادرة طيبة ومبادرة مفيدة بالنسبة للناس من جميع أنحاء المغرب، اللي عطاتهم فرصة أنهم يبينوا على القدرات ديالهم وعلى المكتسبات ديالهم. وكنشكر لجنة التحكيم، وكنشكر بطبيعة الحال رئيسة الجمعية، وشكرا. انت شاركتي في مجموعة المسابقات، يمكن تذكرها لنا شوية؟ بطبيعة الحال شاركت في مسابقة وحزت على لقب سفيرة الأناقة والموضة، ومسابقة ثانية بمكناس وحزت على الوصيفة الأولى لملكة جمال التراث. نعم، والأسئلة اللي توجهت لك كيفاش جاتك؟ كيفاش تعاملتي مع الأسئلة؟ كنت عاملوا مع الأسئلة يعني بكل طلاقة، يعني داكشي بالروح ديالك، ماشي زعما ما كتصنعش. نعم، وانت مقبلة بالمشاركة في المهرجان ديال الفراولة في التمير، شنو يمكن تقول لنا على الاستعدادات اللي غتعمليها باش المشاركة ديالك في المستوى؟ مزيان، يعني باش نحاول نفوز باللقب، ولا نفوزش بيه ان شاء الله تفوز بيه اللي تستحق، ولكن ضروري ما غادي نجتهدوا شويه ونخدموا شويه على اللقب. شكرا.